كيف أمسيتم؟ الحمد لله، ربنا يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن بقدرتك إن شئت سهلا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، فاغفر لنا. قولوا أمين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، فاغفر لنا. قولوا أمين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يا الأحبة، مع الواحة الثالثة في رمضان والليلة الثالثة، مع واحة المبادرة، ونعني بالمبادرة أن يكون العبد سابقا بخطوة، لا ينتظر حتى يأتي الموسم ثم يبدأ بالتفكير ماذا يفعل. التاجر الذكي الحصيف الكيس الفطن الذي يستبق الموسم قبل ما يدخل الموسم، يسأل نفسه: ماذا أنتظر في هذا الموسم؟ ماذا أريد؟ ما الذي ينقصني وينقص الموسم حتى أكون مستعدا؟ هذه تسمى واحة المبادرة. ربنا عز وجل لخصها في كلمتين اثنين في آية الصوم، قال سبحانه عز من قائل: أياما معدودات، أياما معدودات. في دنيا القواعد واللغة أياما معدودات ليس فيها فعل وليس فيها فاعل، يعني كاين فيرب كاين سوبجكت، ومع ذلك فهي جملة مفيدة. يعني اللغة العربية غير اللغات التانية، ممكن حرف واحد يدينا اللي احنا عايزين نقول. لما اجي اقول لك عي ما اقول، عي عي ما اقول، اهو ده جملة مفيدة. قي نفسك الخير الشر، قي نفسك الشر، يعني ايه؟ اوقي نفسك من الشر. اوعى ما اقول، اوعى يعني حطه في وعيك. فهذه اللغه بتاعتنا. فلما ربنا يقول اياما معدودات، دي جمله مفيده، كان الله عز وجل كان في كلام احنا فهمناه، في كلام محذوف بس احنا فاهمينه، ربنا بيقول لنا انتهزوها، دول ايام معدودات. اسلوب اغراء بيغريك، بيقول لك خد بالك دول ايام معدودات، هيخلصوا ويضيعوا منك وينتهوا وانت ما كنتش عامل حسابك اصلا مستعد لها. فانتبه، صوموها أيام معدودات، انتهزوها أيام معدودات، عيشوها أيام معدودات، خذ منها الأجر أيام معدودات. دي هتجري، ده بدأت بالعد التنازلي من أمس، مش من أول أمس. فلذلك افترضنا أنا وأنت، لأن احنا فاهمين اللغة العربية، احنا نشرف بأننا من لساننا عربي، ففهمنا ايه مغزى الكلمة. اياما معدود، يعني ينفع وانت بتقرأ اياما معدودات وتقف؟ سبحان الله، فهمناها. نعم يا رب فهمنا والله الرسالة اللي انت عايز تقولها لنا. الحقوا لا تضيع منكم. طيب، الرسول عليه السلام حتى يبين لنا ذلك، وجبريل عليه السلام حتى يبين للأمة ذلك، جاءه يوما وهو يصعد المنبر، صعد الدرجة الأولى فقال آمين، صعد الدرجة الثانية فقال آمين، صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. فتعجب الصحابة: ما آمين هذه؟ هي آمين يعني استجب، يعني كأني واحد بيدعي والنبي بيأمن على دعائه. فسألوه: يا رسول الله، ماذا تعني بكلمة آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مالك بن الحويرث وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل، وهو بيرتقي لدرجة المنبر، أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله.
يعني بيدعي على اللي على اللي ادرك رمضان وما لحقش ياخد المغفره في جيبه ياخدها. اللي يخرج من رمضان ما لم يغفر له خاب وخسر، في روايه ثانيه خاب وخسر. من ادرك رمضان فلم يغفر له قل امين، فقال امين. في الدرجه الثانيه من ادرك والديه او احدهما فلم يدخلاه الجنه او فدخل النار فابعده الله، او ما خدشاش فرصه، ابوك وامك عايشين الدور بقى على اللي مش لاقي ابوه وامه يبرهم. انا ابويا مات وانا سن 5 سنين، نفسي ابوس التراب اللي ماشي تحت رجليه، بس فين؟ اتربيت يتيم. فانت فرصه ان ابوك وامك عايشين، فاللي ابوه وامه عايشين وما خدش الفرصه ان هم يدخلوه الجنه خاب وخسر. من ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه الجنه فدخل النار فخاب وخسر ابعده الله قل امين، فقال امين. ده في حاجه بقى ثالثه سهله قوي والناس بتفرط فيها. خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. خاب وخسر. يا ابني عايز اسمعها بصوت عالي، انتوا حاطين حاجه على شفايفكم، اسمعوها تاني. خاب وخسر من ذكرت امامه فلم يصلي علي. صلوا على رسول الله، انتوا مكسفين تصلوا على النبي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك واكرم وانعم على حبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فالذي يفعل الذي يسمع اسم النبي فلا يصلي عليه خاب وخسر فابعده الله قل امين، فقال امين. هذا الحديث يبين ان رمضان فرصه، فرصه تحصل على المغفره، فرصه تدرك رحمه الله عز وجل وتلحقك الرحمه، فرصه لاستغلال وقتك فيه تنتفع به، ما تمرش فيه دقيقه الا وانت شغال علشان تاخد من الله تبارك وتعالى كرت العتق من النيران والدخول من باب الريان. إذن نحن في واحة المبادرة. فهمنا من الحديث ومن الآية عدة أشياء. أول شيء الله ينبهنا إلى أنها أيام معدودات تمضي سريعا. بالله عليكم مش بيجي آخر رمضان إيه ده؟ وإيه اللي حصل في الأيام؟ هي بتجري ليه كده؟ هي بتسرقنا ليه؟ ده اليوم بيمر والشهر بيمر كأنه أسبوع، كأنه يومين ثلاثة. ده احنا من سنة مفيش ما عداش من فترة كده كنت شايفكم نفس الوجوه الطيبة دي السنة اللي فاتت. معقول جريت سنة أوام؟ هي كده الأيام، هي الأيام كده. حسن البصري يعني يقول ما أنت يا ابن آدم إلا أيام بتجري، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. يعني أنت بتركب من أيام، مشي منك يوم شيل حتة منه. لذلك واحد من الفلاسفة، بلاش الفلاسفة عشان بتزعل الناس، من الحكماء واحد حكيم بيقول أنا عندي مفكرة حائط. عارفينها بتاعت زمان دي؟ خلاص بقى جوجل ما بقاش مخلينا محتاجين حاجة. كان زمان كده في مفكرة حائط عند جد وجدك، الناس العواجيز اللي زيي، كل يوم تقطع منها ورقة، فيقول كل يوم أقطع منها ورقة وتقطع يوما من عمري. يعني احنا الاثنين بنقطع، أنا بقطع منها يوم ورقة وهي بتقطع يوم من عمري. فأنت أيام معدودات، كلما مضى منك يوم فقد مضى بعضك، وإنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل. لذلك الحسن البصري قال في أثر، والأثر ما دام الحسن البصري قاله وشكله كده إنه غيب يبقى مستحيل يكونوا جايبه من عنده، فله حكم الرفع إلى صحابي، أو يعني ما ناخدوش على إنه حديث موقوف أو مرسل، لا، تأكد إن ما دام حسن البصري قاله يبقى معنى كده إنه سمع من صحابي والصحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما نقولش قال صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الحديث. ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول، اليوم بينادي، الأيام بتتكلم، طبعًا الأيام بتتكلم. لو بتتكلم كانت قالت لنا يا مسلمين يا عرب ضيعتوا نفسكم وتهتوا في زحمة الحياة وهويتكم راحت، لا حصلتوا مشية الطاووس ولا حصلتوا مشيتكم، هويتكم دابت. فاليوم بيتكلم، نحن يتكلم. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد،
فاغتنمني وتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لذلك أنا هسألك سؤال، يعني أينشتاين قال إن احتمال إن ممكن يكون الزمن يعني تسافر فيه، لكن هل فينا أحد الآن يمكن أن يعكس عجلة الزمان؟ يعني عجلة الزمان ماشية كده، هي ماشية زي يمين ولا شمال؟ الساعة بتلف ازاي، كده ولا كده؟ كده. طب تعرف تمسكها كده؟ عمليا تقدر تمسك العقرب وتمشيه غصب عنه، لكن هتضحك على مين؟ هتضحك على نفسك انت بس. ها زي اللي صحي من النوم، ها لقى الساعة 5 الفجر خلاص ادن، راح ماسك عقرب الساعة خلى 4 ويلا بياكل بقى، فانت هتضحك على نفسك. انما عجلة الزمان ما بترجعش، فاللي هيمشي اليوم اللي هيمشي انتهى، مش هتعرف ترجعه تاني، مش هتعرف ترجعه تاني، سريع جدا، وما مضى منه لا يعود. ولذلك الصالحين يقول لك ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. ما ندمتش على يوم زي يوم عد علي أجلي فيه نقص وعملي فيه ما زادش. يعني لو عملت استقراء في الحاضرين وربنا يتقبل منكم ولا أرى إلا وجوها طيبة، وسألت كل واحد فيكم النهاردة زدت إيه؟ إيه اللي زاد عليك؟ هل تعلمت ذكر جديد؟ هل تعلمت آية جديدة؟ هل تعلمت حكم فقه جديد؟ السلف كانوا حريصين على ذلك لغاية آخر لحظة في حياتهم، آخر لحظة هو بيموت بيحتضر. يعني أبو زرعة واحد وهو بيحتضر دخل عليه واحد فقال له كلمتين عجبوه، راح مدد إيده تحت المخدة جايب اللوح وراح كاتبهم بالقلم وراح حاطط اللوح تاني تحت المخدة. فبيقول له طبعا مش قلم جاف يعني، ولا قلم حبر بيشتغل لوحده، أكيد قلم بطريقته بقى. فصاحبه بيقول له إيه؟ بيقول له أفي مثل هذا؟ ده أنت بتطلع في الروح. فقال له لأن ألقى الله عالما بهذه المسألة خير من أن ألقاه جاهلا بها. ده هو بيموت. واحد تاني دخل على الإمام القرطبي فسأله قال له ما تقول في رمي الجمار، أيها أفضل الأحسن إيه، ترمي راكبا أم ماشيا؟ ها يلا يا جماعة، أهو ده الرجل سأل السؤال ده هو بيموت هو بيحتضر. الرجل بعد ما عرف إجابة السؤال خرج على الباب سمع الناعي، يعني سمع مراته بتقول استحتسب الإمام عند الله عز وجل، مات روحه طلعت. خدوا بقى شوف قد إيه، شوف قد إيه حرصه على 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 العلم. بيسأل التلميذ من تلامذته ما تقول في الرمي، الأفضل في الرمي. طبعا مع الأسف إحنا في نص اللي في أوروبا مش عارفين يعملوا عمرة حتى، مش يحجوا، فضلا عن أنهم يحجوا الأسعار بقت نار. يا ربنا يهدي القائمين على هذا الأمر، الأمر ما كانش كده أبدا، لم يكن كذلك أبدا. أنا لسه ما قلتش حاجة، يلا خير بعد الصلاة نكمل، بعد الأذان قصدي نكمل، وفكروني بالسؤال عني هنساه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. والله يا أخي أنا يعني يعجز لساني عن إني أقول لك، الوحيد اللي بيهتم بالمسابقة وبيجيب لي السؤال. زادك الله حرصا وبارك الله فيك، جاوب على السؤال وجايب الإجابة. ما دام بذكر السؤال، سنة قبل ما تصلي السنة يا عمر يا شبكي، كان في سؤال بنسأله، بنقول إن الإمام القطبي وهو بيموت سأل أحد تلامذته فقال له: ما تقول في رمي الجمار؟ أيها أفضل، الرمي راكبا أم الرمي ماشيا؟ فالسؤال للجميع، نهون الأحسن، الرمي راكبا أم ماشيا؟ ماشيا. خطأ، خطأ. أنا بقول لكم اللي قاله الشيخ القطبي، اللي قاله الإمام، هو اللي تلميذه أجابه قال له: الرمي ماشيا. قال له: خطأ. قال له: الرمي راكبا. قال له: خطأ. قال: طب قول فيها يرحمك الله الأفضل إيه؟ قال له: ما كان فيه المشي فالأفضل الرمي ماشيا. يعني إيه؟ يعني أنت في بتيجي عند الجمرات بتقف، وفي جمرات ما بتقفش. مين الجمرات اللي بتقف عندها؟ يعني إيه بتقف؟ يعني بعد ما تخلص خلاص لازم تقف تدعو، ها؟ الجمرة الأولى والتانية، في الجمرة الأولى والتانية تدعي، التالتة إذا فرغت منها ما تقفش، واخد بال حضرتك؟ فتمشي على طول. فالذي التعافين زمان كانوا بيبقوا راكبين دواب، فالذي عنده الوقوف تنزل وترجم، اللي ما عندوش وقوف ترجم وتمشي وانت راكب، ما تستناش، ما تنزلش. فالمهم، فهذا حضر أجله، ومع ذلك لم يمنعه الأجل عن أنه يعلم حاجة جديدة أو يتعلم شيء جديد. إذن مبادرة الوقت، إنك أنت لا تضيع لحظة من وقتك، لأن ربنا قالها أياما معدودات. ده أيام معدودات، رمضان هيعدي، يا ترى عملت فيه إيه؟ شوفوا ربنا عمل في رمضان كم موسم للطاعة. عمل لك تراويح عشان تحضرها، عمل لك تهجد عشان تتهجد، عمل لك صوم عشان تصوم، عمل لك ذكر عشان تذكر، عمل لك سحور عشان تتسحر، عمل لك استغفار قبل السحور عشان تستغفر الله تبارك وتعالى. فرمضان مليء بالأنشطة. المسلم الحريص على مرضاة ربه تبارك وتعالى ينتهز كل نشاط، زي ما انتوا الوقت كده، انت خلاص عرفت ان في محاضرة كل يوم قبل صلاة العشاء بربع ساعة، فتاكل ان شاء الله، تاكل في الطريق. انا اعرف شباب كان ياكل في السكه، ياكل تمرتين ثلاثه. يا ما انتوا بقالكم سنه بتاكلوا يا اخوان، بقالك سنه بتاكل، عملت ايه بالاكل؟ انما فاتك قطار كثير من العلم ومن الخير. فكل في الطريق وتعالى احضر الدرس، واحضر. امبارح احنا كنا في التهجد 9 افراد، فين الناس؟ هقول لكم على حاجه، بس ما تزعلوش مني. هتزعلوا؟ طب ادوني وعد انكم ما تزعلوش. مش هتزعلوا؟ طيب، اصل انا الحقيقه قلت لهم كلمه امبارح كاني بتكلم عليكم، يعني ايه؟ يعني بقول لهم احنا بنضحك على الناس اللي بيحضروا، وبنقول لهم ختمنا القران، والحقيقه ان هم الحقيقه ما ختموش. واقعيا بنضحك على بعض، يعني انا بس بجاملكم، انت ما ختمتش القران بالفعل، انت حضرت يا دوب التراويح اللي هنقرا فيها ربع ونص. انما مين اللي ختم؟ الستة السبعة اللي ربنا سبحان الله، لو جالي واحد اختبرني وقال لي: يا ترى
تتوقع مين من الوجوه الحلوه دي الجميله كلكم بالمناسبه قدامي؟ والله اقسم بالله، اقسم بالله العظيم اني ما انا شايف قدامي الا وجوه طاهره. ده 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 انطباعي عنكم. لكن لما لو واحد قال لي اكتب اسامي الناس اللي تتوقع انها تصلي وراك في التهجد، سبحان الله، ما كانش هيجي على بالي السبعه ثمانيه اللي كانوا ورايا امبارح، ولا واحد فيهم حتى ما اعرفش اساميهم. قلت لا اله الا الله، سبحانك يا رب، انت بتختار جنودك كما تشاء بالطريقه التي تشاء، لا بتاثيري ولا بهدايتي ولا بدعوتي. يعني اصحابي المقربين اللي اعرفهم ما حضروش الصلاه، لكن ربنا بياتي بالناس لان هم دول اللي اختارهم. يا خبر، من جامع مليان 250 ولا 300 ولا 500، 8 فقط اللي حضروا التراويح التهجد امس. هو كده دايما اقلون. فعشان كده بنقول انتهزها فرصه، انتهز الطاعات فرصه. هتتعب على شويه، استغفر الله، يعني والله لا امن عليكم. انا امس كنت في الاوسلندر بيهولدر، عارفين سافرت لها فين؟ لفيزبادن. سفر رايح جاي بعد الفجر، بعد ليله قيام وليله تهجد، وصليت الفجر ومشيت على مشوار اللي انا رايحه، ورجعت من المشوار اللي انا كنت فيه، وكملت الايه الطاعات اللي احنا ماشيين فيها. مش بقول انا احسن منكم، بس بقول اتعب شويه. ده هي كلها يومين ثلاثه شهر، هتيجي على نفسك فيه شويه، هتتعب في الطاعات، هتقلل من الاكلات شويه، هتختصر وقت المحادثات والكلام وشغال مالكش غير هم واحد، انك تاخد من الله تبارك وتعالى وعده بالعتق من النيران وبالدخول من باب الريان. لذلك يعني خذوا من نبيكم صلى الله عليه وسلم الاسوه. واحد يذكرني لما نيجي عند 14. طيب هسالكم بالله عليكم، يعني قد ايه تقدر تعمل في نص ساعة في رمضان؟ نص ساعة، إلا بلاش نص ساعة، عشان تعرفوا قد إيه إن إحنا كم فرطنا في قراريط كثيرة. لو أنت قلت لك كده خمس دقايق بحضور قلب، ها؟ وتركيز، تقدر تعمل فيهم إيه؟ خمس دقايق فقط. سبحان الله. في خمس دقايق؟ أقدر أقرأ صفحة من القرآن. أقدر أقرأ صفحة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أو صفحة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أقدر أقول أستغفر الله بالراحة، أنا يعني خمس دقايق دول أجيب فيهم 300 استغفار ولا 500. لكن لا، هنقول بالراحة. لو هتقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هجيب 100 استغفار. لو قلت أستغفر الله بس، هجيب 200 أو 300، ده في خمس دقايق. هتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة المختصرة، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تخلصها في قد إيه؟ في خمس دقائق ممكن تجيب 100 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا لسه قايلينها. ها، خاب وخسر من ذكرت أمامه فلم يصلي عليك. قل اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. تقدر في خمس دقائق تكتب رسالة لواحد زعلان منك، أو أنت زعلان منه، أو واحد بتستألف قلبه، أو بتحاول تهديه إلى باب المسجد وإلى باب الالتزام وإلى باب الطاعة. تقدر في خمس دقايق تصالح عمتك اللي بقالك 10 سنين ما بتكلمهاش، وحالف يمينك ما تكلمهاش. تستطيع أن تحنث في يمينك وأن تستراسل عمتك وتطلب منها السماح والعفو والصفح، ونبدأ صفحة جديدة. تقدر أختك اللي أنت بتقول تحرم عليا ما كلمهاش، حسبة لله عز وجل، عشان ما تيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى الذي رآك وأنت تعصيه يرجع سبحانه وتعالى يرجع لك الأمل في رحمته، ويعفو عنك كما عفوت عن من أخطأ في حقك من أهلك ومن أقاربك. هو ده اللي تقدر تعمله في هذه الأيام. احنا شغالين، ميزانك بيعد وبتجري الأيام، وهتخلص رمضان وما نعرفش مين فينا اللي مكمل، ما تعرفش مين فينا اللي مكمل اللي بعد شوال. ربما يكون ده آخر رمضان ليا معاك، أو آخر رمضان لك معايا، فانتبهوا لهذا. بقيت نقطة الحقيقة أنا بنصح بها لسبب واحد. بشوف بعض الوجوه قلقة، يعني عين عليها، في إيه؟ ناقصك إيه؟ مالك كده نظرتك محتارة، عينك بتدور وبتلف كأنك خايف من حاجة.
كأن في أمر شديد سينزل عليك. هنا بقى يأتي الايه، يأتي الكلمة اللي قالها الحسن البصري، يا جماعة اليوم بتاع النهاردة هو ده يومك بس، اللي عدى امبارح ده خلاص بقيت انت زي شولتس بالظبط. شولتس مش هو اسمه شولتس برضو المستشار شولتس يا جود، بقيت زيه. هو كان كل فطير انت كلت جرجير، انتوا الاثنين زي بعض خلاص راح عدت، فبقيت انت زيه زيك زي اجدع ملك في الدنيا لانه انتهى. وبكره انت وهم على وجل منه، هو ده اللي قاله ابو حازم. يا سلام لو 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 ندي درس فقط كذا درس لكلام ابو حازم. والصالحين دول لما ربنا سبحانه وتعالى ينور قلوبهم يوم يقولوا كلام زي الوحي، المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، يوم تفاجأ إن كلامه قيل فيه أثر وقيل فيه حديث. فأبو حازم بيقول إيه؟ إنما بيني وبين الملوك يوم، أما أمس الذاهب فقد مضى بحسرته ولذته، وأما الغد فأنا وهم منه على وجل، فإنما هو اليوم، فما عسى أن يكون اليوم. ده يوم واحد، ده يوم واحد اللي بينك وبين أجدع ملك في الدنيا. عيشوا صح بقى. يعني عيشوا صح، يعني عيشوا بحلاوته بما فيه من طاعة. ما تفكرش في بكرة عشان ما تتعبش، وما تفكرش في اللي فاتك عشان خلاص ده مضى، فعيش هذا اليوم. لذلك شوف بقى، يعني أنا هقول لك لليوم فقط، لليوم فقط سأحمد الله أني لا زال أمامي رمضان. الحمد لله أنك عشت لغاية رمضان. في ناس ما عاشوش، في شباب زيك في نفس سنك خطفهم الموت، ومش هقول خطفهم الموت عشان عجزه، لا ده ماتوا في حادثه ولا ماتوا في حاجه، فانت احمد ربنا انك لسه عايش، يعني لك فرصه. فانت لازال امامك تغترف برمضان، تغترف من بركاته وتنهل من حسناته وتاخذ من معينه وتشرب منه. الحمد لله. لليوم فقط ساهتم بصحتي من خلال الصوم، هاخد الصوم مدرسة أو فترة تدريبية لصحتي. اللي عنده شحوم وعايز يدوبها هيدوبها. الشيخ اللي بيكلمكم ده مش هتبقوا عارفين، يعني بزيد بعد رمضان 10 كيلو وبرجعهم في رمضان، بس لحمة جديدة. عارفين يعني لحمة جديدة؟ لحم جديد خلاص، شوية الدهن الوحشين اللي فيها، الخلايا اللي ملهاش لازمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قد يقدر فيها ضرر، غسلها جسمي. فانت كل رمضان خده فرصة لانك تغسل جسمك. تغسله ازاي؟ بطل اكل. ابطل اكل؟ ده انا كنت عامل طوارئ لرمضان، ده التلاجة عندي مليانة من كل خيرات ليدل وبتاع ده، والتاني اسمه ايه؟ قلدي وقلدي، ما انا مش بتعاملش معاهم قوي، فليدل وقلدي والتركي والمش عارف والافغاني فطب اعمل ايه في الرصيد اللي عندي ده؟ يا عم وزعه تصدق بيه، بس خلي رمضان ده فرصه لان صحتك تتحسن، ان كرشك ده يدوب شويه، ان اللحم اللي كابس على الكبد بتاعك والدهن. تسمعوا انا طبيب، تسمعوا عن حاجه اسمها فيت ليفر او فاتي ليفر، اسمها فيت ليفر ليبر، اللي هو الكبد الشمعي او الكبد الدهني بسبب الشحوم المتراكمة. بعض الشباب فيكم بدأ يعاني من كده، مش رجالة، مش عواجيز، شباب. فانت فرصة ان رمضان ده هتنتهز فرصة انك تصلح من صحتك وتهتم بصحتك. لليوم فقط سأوزع البسمة على الجميع والرضا بعطاء الله عز وجل. هرضى بمراتي. مراتك الغلبانة ما بتظلمهاش، ارضى بيها صدقني على عيبها، ارضى بيها. انا ليا حما قال كلمه عجيبه عجبتني قوي في مره، بيصلح بين واحد ومراته، قام قال له كلمه لطيفه قوي، قال له تعالى يا ابني. قال له ايه؟ قال له اولادك اللي معاك دول من صلبك؟ قال له اه. قال له تحلف؟ قال له والله العظيم من صلبي، بيحلفها بالفم المليان، يعني هو ارطم من ست الكل اللي في البيت، بس عنده يقين بان اولاده دول ما جوش بالخيانه. قال له يا راجل روح استحملها، روح شيلها فوق دماغك، شو روح اغفر لها اي حاجه تانية ما دام انسانه محافظه على عرضك، وايه يعني بترهقك في المال شويه، وايه يعني ها بترهقك في المطالب، وايه يعني ما بتقوليش كلمه رومانسيه، يا عم قول لها كلمه ترضيها، انما ارضى بيها، ارضى بولادك، ارضى برزقك،
ارضى بوظيفتك، ارضى بحالك، ارضى بأصحابك، ما تبقاش ساخط وناقم. لليوم فقط، لليوم فقط سأحاول أن أتعلم شيئا جديدا. اعزم كده أنك من النهاردة ما يعديش يوم في رمضان إلا وتتعلم حاجة جديدة وتسأل نفسك عنها، زي عبد الله بن مسعود كده، أنا النهاردة اتعلمت إيه في رمضان، وهكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأقم الصلاة ولا